السلام عليكم حبيباتي مشتركاتي الغاليات المبدعات، ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافية وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. قبل ما نبدأ حبيباتي الفيديو، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. من بعد ديروا لي جام، يعني اضغطوا على هذاك الجام. قبل ما نبدأ طريقة التفصيل حبيباتي، وبارطاجونا الفيديو مع احبابكم. شريت هذا المقص اللي راكم تشوفيه، شوفوا لامارك تاعو، هاي هنايا لامارك، شوفوا يعني ما شاء الله رائع رائع. القص تاعو قاطع قاطع، يعني تخافوا تجرحوا يديكم كي تكونوا تقصوا. المهم عندنا هذا كبيرو كي تكسر لي كسروا لي بناتي، شكون كيما انا يعني كل خطره يكسروا هم لي. المهم هذا كريب فرواسي. هنا القماش مش شرط تستعملوا كريب فرواسي، من يعني من احسن كريب امريكا وجوليا كريب، يعني ان اي نوع زارا اي نوع كريب تقدروا تستعملوه في هذه الشيميز، شرط يعني كريب فرواسي. كاين ثاني كريب امبريمي، يعني يجي مورد في اشكاله كامل، تقدروا ثاني تستعملوه. واش نديرو هنا؟ نطور قماش كما تشوفوا هاك الحاشيه، طويناه على مشي طوينا على اثنين، يعطينا قطعة فيها 25 سنتيمتر. درت العرض هنا 25 سنتيمتر اختياري، حبيتو ديرو يعني 28 30 على حسب بنتك كانت سمينة ولا ضعيفة ولا حبيتي ديرها فضفاضة، هذا اختياري. الطول هنا ثاني درت 68، يعني درت 65 68 حق يعني يعني الخياطة والطول. حبيتوا ديروها طويله حجاب، يعني ولا اللي كانت طويله عند الركبه، يعني نزيدوا طولوا فيها من 90 سنتيمتر حتى للمتر يعني. لكن هنا انا شريت هنا عندي القماش الامانه فقط عندي متر وربع، قماش عندي متر وربع، حبيت ديرها طويله شري متر نص نصف ولا شري متر وخمسة وسبعين. هنا درت ستة سنتيمتر، بعد زدت لها 2 سنتيمتر لانه حنزيدو هذيك يعني الحزام اللي حنديرو في الرقبة، ونهبطو بأربعة سنتيمتر من الجهة الخلفية. هنا رانا حنفصلو الخلف، فصلوا الخلف، من بعد ما نفصلوا الخلف ننتقلوا للامام. هنا نديروا 10 سنتيمتر، الا كانت بنتك شويه جايبه روحها دير لها 12 سنتيمتر، الا كانت بنتك شويه قليله دير لها 10 سنتيمتر، لانه حنزيدوا هذيك يعني هذيك الكرباطه اللي حنديروها في الرقبه. ما يهمكوش لحد تجي مع الكتف، زيد قياس الكتف. من بعد نهبطوا ب 3 سنتيمتر. هنا المقاس حنديروه من يعني تلبس 10 12 13 حتى 14، يعني اللي كانت يعني سمينه يعني ممتلئه 10 سنوات تلبسها. هذا المقاس انا درته البنت يعني مقاس تاعها عمر تاعها 10 سنوات، لكن جايبه روحها تاع تقريبا 12 سنه. هنا هبطنا ب 20 سنتيمتر بعد ما درنا الكتف تاعنا، خط الكتف تاعنا بطنا ب 3 سنتيمتر، درنا 10 سنتيمتر. هنا نجيبو هذاك بيروكي، ما عندهاش بيروكي دور يعني تدور عادي بهذا الشكل هكذا، وندوروه عادي بهذا الشكل، نخرجو كامل ذاك العرض تاع القماش تاعنا اللي طويناه تاع 25 سنتيمتر. قلت لك حبيتي ديري 28 تعرضيها ديري، حبيتي ديري 30 يعني هذا اختيار على حسب العرض تاع بنتك، عبري لها الدوران الصدر تاعها وزدي لها اتساع وديري المقاس تاع بنتك. هنا بما تقولوليش لينا المقاسات لانه ما نقدرش ندير لكم مقاسات مضبوطه. هنا دخلت هبط تقريبا 12 سنتيمتر ودرت دخلت ب 2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر ودرت هذيك تاع الخصر، هذا اختياري. حبيت ديروها حبيت تخلوها يعني مطلوقه هكذا يعني ما تسندخوش الخصر. وهنا نبداو نقصوا بهذا الشكل، يعني قلت لكم هذا المقص ما شاء الله رائع بالقص تاعو، يعني حتى تخافي يعني لا تجرحي روحك، يعني عسي يدك تكون يعني شد القماش يعني حكمك يعني بالشكل حكمك يعني غير شويه يعني قطع لك يدك. المهم هذه هي بعد ما درنا الطول قلت لكم 68 سنتيمتر، حبيتوا ديروا الطول اكثر
زيدوا القماش، يعني زيدوا ما تشروش غير متر وربع، اشروا متر ونصف، متر 75، يعني على حساب اللي حبيتو. حتى ولو حبيتو ديروها يعني حجاب، تقدروا ديروا هذا الشكل حجاب، يعني طولوه، تشروا القماش 2 متر ونصف وديروها يعني كلوش للأسفل، تعرضوا للأسفل وديروها حجاب. تقدروا ديروها حجاب، ليكات حجاب، تفصلوها بنفس هذه الطريقة ولا بنفس الطريقة هذه هي. المهم هنا بعد ما فصلنا الخلف كما راكم تشوفوها هنايا، نجو هنا دورنا كما راكم تشوفوا من الأسفل. تحبوا ديروه مستقيم ديروه مستقيم، تحبوا تدوروه كما دورت أنا دوروه، هذا اختياري. نمر ونفصلوا الجهة الأمامية، نطول القماش على 2 بعد ما نكونوا خلينا مساحة تقريبا 12 سنتيم ولا 15 سنتيم على حسب العرض اللي حبيتوه اللي ديروه تاع الكشكشة، او بنتك اللي كانت عندها يعني صدر تقدري تزيدي تعرضي لها اكثر. هنا طوينا قلت لكم على 2، خلينا تقريبا 12 سنتيمتر بعد ما خلينا 4 سنتيمتر تاع الطية، ونخلو المساحة الاخرى نخلوها ل يعني للكشكشة، هذا اختيار على حسب ما تحبوا. تقدروا ديروا 15 سنتيمتر 12 سنتيم 14 كيما تحبوا. هنا بعد ما حطينا هذيك الجهة الخلفية على الجهة الأمامية، وخلينا من جهة الأمام قلت لكم تقريبا 15 ولا 12، وهنا نهبطوا ب 16 سنتيمتر بهذا الشكل، ونديروا خط هكا بالطباشير حتى يعني الجهة حتى في الجهة السفلية. من بعد نعينوا نكملوا أن يعني بالطباشير نوصلوها حتى الجهة، يعني في الجهة هذيك الأمامية اللي راح نفصلوها، ونرسمو ونطلعو نزيدو 1 سنتيمتر حق الخياطة، ونرسمو على حساب الخلف عادي هكذا. نحددو الخصر تاعنا الأسفل أسفل كامل كيف كيف كيما الجهة الخلفية هذا الشكل. بعد ما زدنا هبطنا 16 سنتيمتر ودرنا خط، وما طلعنا بواحد سنتيمتر للخياطة بهذا الشكل هكذا. ونبدأ يعني نقص على حساب هذه الجهة الخلفية. من بعد نفصلوا الصدر تاعنا، يعني طريقة سهلة فيهاش يعني تعقيدات، سهلة وبسيطة هكذا. نفوتو كامل على الجهة الخلفية هنا، شوفوا هنا كيفاش خرج لنا هذه المساحة اللي حتبقى لنا باش نديرو فيها الطية والكشكشة، وهذيك المساحة خلوها بالطباشير كما شفتوا باش نحدد وين كنت باش نفصل فيه الخلف. وهنا ها هي حق الطية، واللي تبقى لنا نديروها كشكشة من جهة الصدر هكذا. من بعد زيدوا تفهموها أكثر، حطوها على جنب وزيدوا نكملوا الصدر تاعنا. نجيبوا هذاك الخلف، نجيبوا قطعة تاع قماش من هذا اللي راه متبقي هكذا، نطوه على 2 هذا الشكل، ونحطوا هذاك الخلف تاعنا وين حددنا بالطباشير ها هنايا باش يعني العبر ما يروح لناش، ونفصلوها نفسها يعني القطعة العلوية تجي لاصقة مع هذيك الجهة السفلى من جهة الأمام، ونقصو على حساب هكذا. من بعد نديرو لها تعديلات، طبعا الرقبة الأمامية متجيش كيما الخلفية. هنا نزيدو 1 سنتيمتر، شوفو هنايا حدو وين رانا، من بعد نزيدو 1 سنتيمتر حق الخياطة بهذا الشكل، شوفوا دوك نهبطو بواحد سنتيمتر ونديرو خط هكذا بهذا الشكل. من بعد هنايا نروحو للرقبة تاعنا، نجيبو شريط المتري ونهبطو من 9 حتى 10 سنتيمتر ولا حتى 8 سنتيمتر. حبيت يعني ماشي هابطة بزاف، هابطي غير بثمانية، حبيتها شوية مفتوحة هبطي 9 وحتى 10 هكذا بهذا الشكل. من بعد هنا نهبط تقريبا 5 سنتيمتر ولا 4 سنتيمتر، نديرو 5 سنتيمتر ب
خط مستقيم، هذاك اللي حنا نفتحوه عطينا الاتساع للرقبه للراس، مش كي ندخلوا الراس تاع البنت دخل راسها ما يجيهاش يعني مزير. وهنا نقصوا بهذا الشكل، ندخلوا هنايا تقريبا بواحد ونصف من الجهه الاماميه، دائما تجي يعني داخله على الجهه الخلفيه. وهنا نقصوا الرقبه تاعنا بهذا الشكل ونديروا هذيك الفتحه تاع 5 سنتيمتر. هاي هنايا هذا هو الشكل تاع يعني الصدر تاعنا من جهه الامام. جيبوا هذيك القطعه اللي فصلناها هنا، لصقوا الكتف مع الكتف، نجيبوا هذيك القطعه يعني تاع الامام، نوريكم كيفاش نخيطوها وكيفاش نديروا لها كشكشه هكذا، ونديروا بلية في الوسط حوالي 4 سنتيمتر، طوها على 2 يعني تعطينا 8 سنتيمتر، طوها على 2 تعطينا 4 4 بهذا الشكل. ونديروا الطية جينا في الوسط مع ذاك الخط اللي درناه تاع الصدر في الوسط هذا، نفصلوا له قطعة تاع قماش يعني ونديروها في الرقبة، نخيطوها كبي شريط بي، سقموه غير من القماش ونخدموا به هذيك الرقبة تاعنا ولهذاك الفتحة تاعنا. حاولوا باش ديروا فيها تقريبا 2 سنتيمتر ونصف لهذيك الشريط، انا درتها تقريبا 3 سنتيمتر، بعد ست نقصت منها يعني باش ما تجيني متحوفة. وهنا نخيطوها مع الرقبة، بعد نعاودو نقلبوها نديروها كيما البي، كيما نخيطو البي عادي. وهنا نديرو كشكشة بهذاك القماش تاعنا تاع جهة الأمام، لصقوا الكتفين، هذه هي الشيميز تاعنا. هنا يبقى لنا الحزام هذاك اللي نديرو على الرقبة، ويبقى لنا الأكمام. هنا ها القماش راه كاين يعني كفينا، هنا نديرو 10 سنتيمتر، وتحبوا تعرضوها أكثر يعني عرضوها من بعد تنقصوا عليها منها جهة الرقبة، ديروا 10 سنتيمتر. حبيتوا تعرضوا الحزام هذا زيدوا عرضوا فيه، من بعد من جهه الرقبه نقصوا فيه ديروا فيه 10 سنتيمتر فقط، وبداو تدوروا في هذا الحزام. هنا الحزام تاعنا جينا من الحاشيه للحاشيه، يعني في كامل العرض تاع القماش تاعنا رانا قصينا هكا شريط جينا طويل، باش جينا في يعني العقده هذيك اللي نديروها في الرقبه جينا يعني متحوفه. وهنا نديروا له هكا بهذا الشكل هكذا، ونقصوا يعني يعطينا الشكل دائري، ونزيدوا الجهه الثانيه كذلك بنفس الطريقه، وندوروها بهذا الشكل هكذا. هذا اختياري فقط، حبيت تخليه مستطيل ولا مربع خلوه عادي. وهنا كملنا هذيك القرباطة تاعنا، هنا لصقوها قلت لكم في الرقبة، هذا لصقوا هذيك البي نديرو في الرقبة، من بعد لصقوا هذه الحزام تاعنا بهذا الشكل، من بعد تشوفوها في طريقة الخياطة. هنا نطوي القماش المتبقي اللي بقى لنا، نطوه على 2 ثم نطوه على 4 بهذا الشكل هكذا. شوفوا الحاشية وين راهي تاع القماش، هاي من الأسفل، ونبداو يعني نطبقوها على 4 هذا الشكل، ونحدو الطول تاعنا والعرض كذلك. العرض هنا درت 22 سنتيمتر، يعني يجي شوية فضفاض 22 سنتيمتر، والطول درت تقريبا 65، تحبوا ديروا 62 60 يعني لحسب الطول تاع الذراع تاع بنتك. طبعا تخلي له زياده لانه حتجي طايحه، نحندي لها التكه تاع لاستيك وتجي طايحه على الكم على الايد عفوا. درنا 22 على 62 ولا 65 ولا حتى 60 اذا كان بنتك يديها كمامها اقصر. وهنا هذا نحدو 10 سنتيمتر، هنا حنديرو ذيك التكة تاع لاستيك. وهنا نجو نفصلو الكم من الجهة الأمامية، نهبطو ب 12 سنتيمتر، ونديرو نقطة ونديرو خط بهذا
الشكل. هنا نوريكم كيفاش يعني تفصلوا الكوم تاعكم. بعد ما درنا خط مستقيم مائل نروحوا بثلاثة سنتيمتر بهذا الشكل، ونطلعوا فوق هذاك الخط بواحد سنتيمتر، من بعد نقسموا هذاك الخط على اثنين، من بعد هذيك النقطة نفوتوا منها ونهبطوا تحت ذاك الخط، نهبطوا بواحد سنتيمتر. هكذا طلعنا بواحد سنتيمتر، من بعد قسمنا هذاك الخط على اثنين متساويين، من بعد نفوتوا تحت الخط هذاك بواحد سنتيمتر ونقصوا الكم تاعنا. هذه هي طريقة التفصيل تاع الكم بهذا الشكل. يبقى لنا الجهة الأمامية تختلف على الجهة الخلفية، من بعد زيدوا نقصوا منها تقريبا واحد سنتيمتر، ونقصوا يعني شحال نقصوا في العرض من الأسفل، نديروا هكذا كما راكم تشوفوا مستطيل. سووه ونقطعوه يعني هكذا، هذه هي، هذا هو الكم تاعنا، هذا هو الشكل تاع الكم تاعنا. قلنا هذه الجهة الأمامية نزيدو ندخلو فيها تقريبا هكذا واحد سنتيمتر فقط، هاي هنايا باش نميزو الخلف. جينا يعني جيت يعني الكم جينا يعني ناقصة على الخلف، الأمام جينا ناقصة على الخلف. وهنا نديرو كفة، نديرو تكة تاع لاستيك يعني 10 سنتيمتر، طلعوا وديروا التكة تاع لاستيك، حاولوا بس تنقصوا من كلتا الجهتين باش ما يعني ما تجيكمش الاعوجاج. هاي هنا الكم تاعنا، شوفوا كيفاش خرج. هنا اللي قلت لكم ديروا التكة تاع لاستيك، لاستيك هذاك يعني العريض تاع 1 سنتيمتر، وتكوه عادي تقريبا، ديروا فيه الشريط هذاك، ديروا فيه 1 18 سنتيمتر هكذا. شوفوا هنا لقيت الكتفين بهذا الشكل، هذه خيطتها، هذه القطعة ما حبيتش نخيطها كامل باش نوريكم كيفاش خيطت هذيك القطعة اللي فيها 2.5 متر على الطول تاع هذاك الفتحة. من بعد بداو نخيطوها، نقصوا هذيك يعني وين وصلنا عند هذيك هنا في هذه البلاصة، نقصوها ديك الزاوية، من بعد نعودو نكملو نخيطوها كيما البيي. وهنا خيط تقريبا 4 سنتيمتر، وهنا فتحتها، فتحت هذيك يعني البلية هذيك، فتحتها على كلتا الجهتين. نزيدو الجهة الثانية عفوا من الفوق كذلك بنفس الطريقة هكذا، وتحدوها هذه بالمكواة يعني، وديروا كشكشة هنا في الفوق بهذا الشكل، وهنا تلاقوها مع الجهة العلوية، لكن حاولوا باش ديروا هذيك بلية يعني تحت الفتحة هذيك باش تجينا في الوسط، الفتحة تاع الرقبة هذه نفسها يعني مقصوا هنايا باش ما تلف لكمش، مقصوا هكذا باش تبان لكم الوسط، زيدوا مقصوا في هذه الفتحة بهذا الشكل هكذا باش تحكموا الوسط مع الوسط، وتوزعوا ديك الكشكشة من كلتا الجهتين بالتساوي هكذا بهذا الشكل، وتكونوا خيطتوه يعني ساهل ماهل، تبعوا الخطوات فقط. وهنا درت له كفة للكم تاعنا، درت له هذا الشريط او عفوا الشريط المطاطي بهذا الشكل، درت فيه تقريبا 18 سنتيمتر، يعني تقدري دير تعبري على بنتك دوران المعصم تاعها وديريه هذا الشكل. هاي خيطتو على يعني زوج قطرات، خيطتو من جهه يعني من جهتين مع بعض باش يعطيك واحد الشكل رائع. وهنا لصقوا الاكمام تاعنا هكذا بهذا الشكل، جينا واحد البليات من جهة الكتف ديروهم، ولا تحبوا ديروهم كشكشة ديروهم كشكشة. أنا درت يعني غير لي بلي، ما درتش الكشكشة، درت غير لي بلي هكا صغار وخيطتهم، ونكملو نخيطو كامل. من بعد يبقى لنا غير الشريط تاع الرقبة، هنا الرقبة حاولوا بعد ما خيطتها، شوفوا هنايا هنا خيطتها ومقصت هذاك الدوران
بهذا الشكل، بعد نقلبه هكذا، نقلبه كامل هذيك ونزيد نقلبه كما راكم تشوفوا الجهة الأخرى. بعد نقدروا يعني نحكم المكوات ونحدوهم، لكن فرواسي ما يتحددش بزاف، ماهوش كيما الكريب الاخرين، فرواسي اكشلي مكمش ما يتحددش مليح، محتاج الى المكوات بزاف. هنا نمقصوا الوسط تاع هذا الحزام والوسط تاع الرقبة الخلفية، نحدوهم. من بعد كي نجو نركبوا الحزام تاعنا يعني ما تجيناش جهه يعني طويله على جهه، بهذا الشكل يعني جينا متساويين، ونبداو نخيطوا هكذا ونروحوا كامل على الرقبه بهذا الشكل حتى نوصلوا لهذيك الفتحه الاماميه. نخيطهم كامل نوري لكم. شوفوا هنا بعد ما خيطهم وسرجيتهم درت ديك الكشكشه، درت هذه الفتحه تاع البي يعني سكمتها قلت لكم كيما البي، درت الكشكشه، ركبت الاكمام درت فيهم هذو لي بلي راكم تشوفوا فيهم. هاي هنايا يعني ليك الشيميز تاعنا تقريبا راهي واجده، بقاتنا فقط ما حبيتش نركب الكول قبل ما نوريكم. شوفوا لهنايا تجيبوا هذاك الشاش وطيه هنايا حددتها، ديروا لها ازرار بهذا الشكل. لا عندك لي بيرل قد ديري لي بيرل فقط، ما ديريش اسرار كديكور فقط. هنايا مش حكم من هذيك البليه وجينا الشكل تاع الشيميز تاعنا متحوفه. وهنا نجو نوريكم كيفاش تخيطوا هذا الحزام تاع الرقبه. نجيبو قلت لكم الوسط هذيك تاع اللي مقصناها، حطوها مع الوسط بهذا الشكل. شوفوا هنايا نحطوها بهذا الشكل للداخل، حطوها نخيطوا كامل للداخل بهذا الشكل هكذا، نحطوا الحزام للداخل ونبداو نخيطوه بهذا الشكل حتى نوصلوا حتى لديك الفتحة تاع الصدر هكذا. خيطوا كاع الجهتين، جهة منا وجهة الثانية بهذا الشكل. من بعد ما نخيطوه كامل ندخلوا كل شيء الداخل ونبداو نخيطوا. هاي هنايا هذا هو الشكل، خيطوا ونوريكم كيفاش درت له. هاي هنا بعد ما خيطته مقصت كامل هذوك الدوران، شوفوا هنا الخياطه راهي من الداخل يعني الحزام راه الداخل، وخيطناه كامل على الدوران تاع الرقبه بهذا الشكل. من بعد ما قصنا كامل باش يدرنا بكل سهوله، وهنا ندخلوا كل شيء الداخل ونبداو نخيطوا هكذا بهذا الشكل. ان شاء الله تكونوا فهمتوني هكذا هكا، ونخيطوه كامل حتى ندورو على الرقبة تاعنا. جينا خدمة متحوفة ونقية كل شيء الداخل ما يبانش، الخياطة ما تبانش. وهنا نحكمو الجهتين مع بعض ونخيطو نلاقو الجهتين مع بعض، نقفلو هذه الشيميز تاعنا بهذا الشكل. بعد ما نقفلوها نديرو هذاك الدوران تاع يعني الكفة اللي نديروها في الأسفل، يعني اللي عندها السورجي تخدمها بالسورجي مدلها قلبها خفيفة، اللي ما عندهاش تقلبها كرقيقة كامل دور عليها، من بعد تعاود عليها بالكفة الثانية يعني تخيط خطرة بعد تعاود ثاني تعاود كفة، متروحش دير خياطة في خياطة، تخيط كامل جهة من بعد تعاود كفها وتخيط. وهنا كونو كملنا الشيميز تاعنا، شوفوا الشكل النهائي خرجت روعه متحوفه، يعني من احسن استعملوا كريب امريكا تخرج لكم ما شاء الله كما اللي خيطتها من قبل وريتها لكم في المنتدى، تخرج خي من كريب فرواسي. هاي هنايا شوفوا، شوفوا لي بليات، شوفوا لي فرونس هذوك، شوفوا هنا الاكمام تاعنا يعني خرجت ما شاء الله. تتلبسها مع سروال جين، سروال اسود يعني اختياري، ابيض يعني ما شاء الله للدخول المدرسي، ويعني تستغلها تحب تطولوها طولوها. هذه هي النهايه، وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.